تظهر العديد من الأكواد الخاصة بموقع لعبة توم رايدر بأن اسم اللعبة القادم بالفعل هو Shadow of Tomb Raider، وكما أكدت الإشاعات مسبقاً بأنها قادمة في 14 سبتمبر المقبل، فيما أعلنت سكوير إنكس أن الكشف الكامل عن اللعبة سيكون الآن مع صور تشويقية في الموقع الرسمي للعبة. لم يحدد رسميا إذا كان هذا آخر جزء من السلسلة، فإن عشاق هذه السلسلة سيكونون على موعد مع آخر مغامرة للارا كرافت في 14 من سبتمبر على الإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4 والحاسب. كما تم الكشف بأن هذه اللعبة ستدعم أجهزة الإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4 برو. تم الإعلان مسبقا والكشف عن معلومات كثيرة حول هذه اللعبة، واكتفى بعرض تشويقي يستعرض مغامرة لارا بعدما أصبحت محترفة في اكتشاف القبور وكشف الأسرار الدفنية ومواجهة الترينيتي. وتم الذكر بأن هذا الإصدار الثالث من اللعبة المعاد تطويرها لسلسلة توم رايدر سيحمل معه لحظات مصيرية بمسيرة لارا، كما يبين بأن عالم اللعبة أصبح أكثر سوداويا من الجزئين السابقين. كما تم التأكيد بأن لعبة شادو أوف توم رايدر هي من تطوير إيديوس مونتريال، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حولها في 27 من إبريل، أي ما يقارب 3 أسابيع من هذا الفيديو. وقد تكون نهاية لارا كرافت مثل نيثان دريك من انشارتد 4، أو ربما سنرى بطلا جديدا أو جزءا فرعيا. فسلسلة توم برايدر عميقة ولها أجزاء كثيرة منذ أكثر من 20 عاما وحصلت على جوائز كثيرة. ماذا برأيك سوف يكون مصير نهاية هذه السلسلة؟ شاركونا تعليقاتكم، ولا تنسوا الضغط اللايك والسبسكرايب ودعم القناة. كان معكم حسام، في أمان الله.